السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبيب قلبي، رسالة النهاردة ليكم، رسالة اشوفها في اي وقت باذن الله، هي لك بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت باذن الله. اللي منكم حبيب قلبي محتاج قراءة خاصة هتلاقوا لينك الادمن ورقم الواتساب الخاص في صندوق الوصف. رسالة اليوم، الرسالة هنا بتقول لك لو كنت فعلا في حياتك حاطط هدف وحيران وعايز تاخد الطريق الصحيح، استجمع قوتك واحسم القرار اللي عايز تاخده وابتدي. دافع عن معتقداتك ودافع عن قراراتك اللي انت عايزها، يعني ابقى على ارضاء نفسك مش ارضاء الاخرين. اختار معركتك بنفسك وبحكمة، ما تحاولش انك دايما تكون بترضي غيرك على حساب نفسك، ده مش هينفع معك، مش هيكون هو الطريق الصحيح. الملائكة بترشدك للطريق الصحيح، ما ينفعش تيجي على نفسك عشان غيرك، ما ينفعش تجهد نفسك علشان غيرك. دافع عن القرار اللي انت عايز تاخده وانطلق، كأنك اذا دفعت عن الشيء ده ابتدت معاك المعجزة بقوة. اختار المعركة اللي انت عايز تاخدها وابدأ فيها، وزي ما تقول في مساندة ليك من عند ربنا في انك هتكون راضي عن الشيء اللي هيحصل. يعني ما تكونش حيران، ما تكونش متضايق، ما تكونش عندك حيرة انك في وقت ضايع او في طريق ضايع او في مفترق طرق او في مأزق مش عارف تخرج منه. ما تترددش ابدا، اختار الطريق الصحيح، اختاره بحكمة بعناية. وعلى فكرة انت عارف انت عايز ايه، عشان كده الملائكة بتقولك دافع عن الحاجة اللي انت عايزها، اللي انت عايز تاخد فيها القرار وغيرك بيعارضك. ما تتأثرش بكلام الاخرين، لان انت شخص بتتأثر بكلام الاخرين اذا كان سلبي او ايجابي. مثلا عايز الشيء ده، صاحبك ده يقولك لا بلاش، الحاجة دي فيها ضرر، فيها حاجة وحش، اوعى تتكلم، اوعى تقول، اوعى تعمل، فبتتأثر. يجي حد تاني يقول لك لا ده الحاجة دي مناسبة ليك، ربنا يوفقك، كمل، مش عارف ايه، تتأثر. فانت بتتأثر بالسلبي والايجابي، شوف انت عايز ايه. ما تستشرش غيرك، الرسالة بتقول لك ما تستشرش غيرك الا لو كان ده مرشد روحي ليك، انما تستشير الاشخاص اللي زيهم زيك لا، استشير ما هو اكثر عقل وحكمة، استشير ما هو أكثر خبرة عنك، استشير الشخص اللي تحس إنك مرتاح له. لأني هقول لكم على حاجة، حتى لو كان ده شخص أكثر خبرة منك ولكن شخص عدواني، هو خبرته كبيرة، إنما ممكن يقول لك لا الشيء ده مش مناسب ليك، ما ينفعكش، ده على حسب خبرته هو. فانا عندي ليكم الحل الافضل، الحل الامثل، استشير رب العالمين، استخيره هو، استفتي قلبك قبل اي شيء وابتدي استخير رب العالمين. شوف الحاجه اللي انت عايزها اللي هتتم طول ما انت مركز عليها. لو ركزت على افكار غيرك والافكار اللي بيدوها لك غيرك مش هتنفع، مش هتنفع، بمعنى مش هتنفع، لانك بتتاثر بالسلب والايجابي، بتكون دايما في طاقة ضياع وفي مفترق طرق. حبيبي، اختيارات الغير هي مش اختياراتك. انا عايز الشيء ده وبتمناه، بس عمال اسال ده يقول لي غلط، واسال ده يقول لي صح، وامشي ورا ده شويه واسال ده شويه يقول لي لا، ده يقول لي غلط وده يقول لي صح، ده يقول لي غلط وده يقول لي صح. فانا كده ماشي ورا اختيارات غيري، اختيارات مزيفه. استفتي قلبك في الشيء اللي انت عايزه وبعدين استخير رب العالمين. مش عيب انك استشرت ده واستشرت ده واستشرت ده بس مش لاقي حاجة بتنفعك. على فكرة انا قلت لده وتعبني، قلت لده وقال لي الحاجة دي مناسبة ليك، مع انك عارف ان الحاجة دي مناسبة ليك. عارفين انتوا، عارفين زي ايه؟ زي اكنكم لابسين الساعة وعمالين تدوروا عليها، عمال تدور الساعة بتاعتي فين، الساعة بتاعتي فين، يا ترى راحت فين وانا لابسها في ايدي. تفهمين ازاي؟ يعني جواكم الإجابة وعمالين تلفوا وتدوروا على نفسكم، بتقولوا فين، يمين شمال، وفي الآخر بترجع تلاقي نفسك بتفكر في الحاجة دي تاني.
ايا كان الشيء اللي انت عايزه بتفكر فيه، بتلاقي نفسك طب انا ما هو ده قال لي غلط، وما تبقاش الحاجة دي مناسبة ليك او الانسانة دي مش مناسبة ليك، وده قال لي لا ده الطريق ده صح. ربنا يوفقكم مدام عايزين بعض مثلا، انتوا فاهمين حبيبي؟ ويمكن ربنا يحدث بعد ذلك امرا وتكون الحاجة المعقدة ليك سهلة وميسرة، فالشخص ده ادالك الامل والايجابيه والشخص ده ادالك السلبيه، وانت ساعات مشيت ورا السلبيه وبعد كده بتلاقي نفسك بعد ما مشيت ورا السلبيه قلت ايه ده، طب ما انا لسه بفكر، لسه عايز الشيء ده، لسه عايز العمل ده، لسه عايز المشروع ده، لسه عايز الانسانه دي، لسه عايز الشخص ده، انتوا فاهمين؟ فالاجابه جواكم وانتوا عمالين تدوروا لابسين الساعه وعمالين تقولوا هي فين، الاجابه داخلك داخلك، انت روحاني وعارف انك عندك قدرات روحية، وعارف ان الحاجة اللي ما بتنتهيش بسهولة من حياتنا بتكون حاجة قدرية، اذا كانت علاقة او عمل او سفر او نقلة، اي شيء ايا كان، اي حاجة في الكون. انت عارف ومتأكد ان الحاجة اللي كل ما تنتهي تبدأ تاني بيكون لها وقت قدري، ليها وقت إلهي، والوقت الإلهي بيشتغل عليها، فما تحسش إنك ضايع، ما تسألش غيرك، اسأل نفسك واسأل قلبك واسأل ربنا، يعني استخارة رب العالمين هي اللي هتنور لك الطريق. وأنصح الناس اللي بتمر بالطاقة دي حبايبي إنهم يقرأوا آية النور بكثرة، لأنك هتلاقي الدليل والنور اللي ربنا هيرشدك ليه. كتير منكم بيدور على الالتزام، على العدل، على حد مخلص، كتير منكم بينظم حياته وعايز استقرار وعايز التزام في علاقة معينة، هنا بتتمنى زواج، وان شاء الله للبعض منكم انتوا لو نساء جايلكم رجل اعمال جيد جدا، يعني شخص معاه المال ولكن غير سعيد، وكأنكم انتوا هتدخلوا كطاقة السعادة عليه، الشخص ده يمكن ما شافش حاجة حلوة في حياته. ويمكن البعض منكم لو انتوا رجال جايلكم الانسان المخلص اللي انت كنت بتدور عليه، يعني الانسانة اللي انت كنت بتدور عليها طول عمرك، اللي عندها الحنان الاخلاص اللي ما بتخونش ابدا، الانسانة اللي بتتمناها اذا كانت مثقفة او انسانة عندها علم مش عند حد، يعني شوفوا انتوا جايلكم حاجة كده زي هدية كده من ربنا بتتحط قدامكم، اذا كنت رجل او امرأة طالبين الزواج. انظر للأمور بحكمة، ما يكونش عندك قصر نظر للأشياء، استفيد من التجربة اللي انت عشتها من ألم وحزن وزعل وغموض في الحياة وخيانات كتيرة، وما تكونش كسيل على انك تاخد خطوة، استفيد من التجربة الأليمة اللي عشتها في حياتك وخد الخطوة للشيء اللي انت عايزه، الإجابة داخلك، انت عارف انت عايز ايه، اطلب وتمنى من الله، وياريت تطلب باسم الله، يعني تقول بسم الله، تقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. صدقوني الأسماء اللي قلتها لكم دي بإذن واحد أحد أقرب ما يكون لإسم الله الأعظم. استفتي قلبك وإدعي بالأسماء دي قبل الفجر بثلاث ساعات، ان شاء الله الإجابة بتكون موجودة، ربك قريب مجيب الدعاء، وكل حاجة بتتأخر عليك زي تأخير وتدبير من ربنا، التأخير هو تدبير من الله سبحانه وتعالى. ما تحسش ان الحياة غامضة، ما تكونش حزين وانت خلاص ابتديت تكون في قمة سعادتك ونجاحك، انت داخل على شيء جديد، حاجات إيجابية جديدة، تراكم أعمال على فكرة هتكون عليك في الفترة اللي جاية، عملك محتاجك، الأشخاص اللي حواليك محتاجين لك، حاول إنك تكون مخلص لروحك زي ما أنت مخلص للآخرين وبتفني نفسك علشانهم، أنت زي الشمعة اللي بتحترق علشان الآخرين. أرجوكم ما تضحوش بنفسكم علشان غيركم، مفيش حد في الزمن ده يستاهل التضحية، حاول إنك تحب نفسك وذاتك أكتر علشان تكون شخص ذو حكمة وخبرة أكتر في الحياة، ويتفتح ليك الباب والمجال إنك تكون شخص
ذو شأن عظيم في الدنيا بإذن الله. وعلى فكرة انتم من الأشخاص اللي عمال نور وليكم رسالة هادفة في الحياة. كن خبير واستفيد من تجربة الماضي، بس ما تتأثرش بيها إذا كانت أليمة، ما تتأثرش بيها، اتأثر بالإيجابيات بس ما تتأثرش بالسلبيات. استفيد منها لكن ارميها ورا ظهرك وابتدي في الجديد، لأنك داخل على سعادة، داخل على مال وثراء بإذن الله ووفرة مادية، داخل على مقابلة لتوأم روحك والاتحاد كمان، يعني في منكم هيتحد هنا بتوأم وحبيبي، هيلاقي الشخص المناسب لحياته بإذن الله. حبيبي الوضع اللي انتوا بتمروا بيه، ايا كان الحاجة اللي انتوا فيها دلوقتي، اختاروا طريق جديد. انتوا يمكن البعض منكم هنا حبيب قلبي مغدرين مدين، يعني الدنيا طناش كده، متجنبين المشاكل، مستسلمين لأمر، في منكم منسحب من علاقات، في منكم بيشعر اللي حواليه بعدم الاهتمام، في منكم بيدور على الاستقرار وبيحاول انه يبتعد ويدي ظهره للحب علشان يستقر، في منكم مجبور انه يفضل في علاقة لفترة، مع ان الحل والمخرج هو قدام عينك وقريب منك، ولكن انت مجبر بانك تتحمل التقييد ده، لانه واضح ان في حد فيكم هنا يا اما مهدد بشيء، يا اما بيرجع حقه، يا اما متاخد منه حق، يا اما مغلوب على امره، يا اما مهدد بالسجن. في حد فيكم هنا مجبر يفضل في وضع معين لغايه ما يشوف الحقيقه، خايف من الوقوع في الفخ. وفي بقى منكم مجبر انه يقيد في العلاقه دي بفعل فاعل، يعني فعل سحر. هنا في حد فيكم حبيبي متعرض لكارما، ويعني انا قلت لكم السنه دي هي سنه كارما ودارما مع بعض، والشهر ده تحديدا، الشهر ده تحديدا هو كارما ودارما مع بعض، يعني بتاخد الكارما ولكن بتلاقي بعدها الدارما، الهديه من الاله، الصدقات اللي انت بتعطيها بتبعت ليك العدل الالهي، بتبعت ليك الدارما الالهيه، بتخرج من الكارما السلبيه الى الدارما الايجابيه. يعني في منكم متربط ومقيد ومجبر على التحمل لتهديد ما، او لحاجه ما، او لانه ياخد حق ما، او لانه ما يقعش في فخ معين. وفي حد فيكم مقيد في شيء بفعل فاعل بسبب سحر وتلاعب واستغلال. على فكرة حد فيكم هنا مقيد في حد، والتقييد هنا هو تقييد سام، ماشي. للبعض منكم بتاخدوا الدارما بعد ما تخرجوا من الشيء ده، لان هنا زي ما بقول لكم انا واحدة من الناس ما بقتنعش بالاسحار، لاني حملة كتاب الله، حتى لو السحر صبني بقرأ في كتاب الله بيتفك وبيترد على السحر كمان اللي انتم ما تعرفوش، يعني بياخد الكرمة بالسحر. فأنا أعرف إن السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فلو أنا قريب من الله، قريب من إلهي، هعمل إيه؟ مادام أنا قريب من الله هنجو. عشان كده دايما بقول ما لربك يرمينا بسهامه، قال كن بجوار الرامي تنجو. فعشان كده انا واحده من الناس بعتقد ان الحسد اشد من السحر. السحر بالنسبه لي هو شيء بينعمل، بيعوز يسيبني في حاجات معينه، في اماكن معينه، في شيء معين، بيعوز يفرق بين الازواج، بيعوز انه يجلب، بيعوز يعمل كل ده. طول ما انا حامله كتاب لو بقرا فيه بيترد السحر على السحر، وبنجى من كل مكروه. ده رايي كأم ملك، ماشي. انما رايكم انتوا، في منكم انا بتسحر، انا مقيد، انا هفضل كده. فانت خلاص انت بتعمل شيء انك بتقنع عقلك الباطن انك مش هتعرف تخرج من الاسحار دي. لكن انا مقتنع ان الحسد اشد. لما سيدنا محمد شال الحجر، شال سيدنا الحسن والحسين وحط بداله الحجر، الحجر انفلق بالنص، يعني الحسد فيه موت. ولما فاطمة سألته ليه عملت كده، فقال لها يعني يا فاطمة لا تستهيني بالعين، فإن نصف القبور من العيون، نصف أمتي سيموت بها،
انتوا فاهمين حبايبي؟ يعني لو كان الحسن والحسين مكان الحجر ده كانوا انتهوا. انتوا فاهمين القصة ايه؟ الحسد يقتل في ساعتها، يجيب الاجل في ساعتها، وبرضه بامر الله. انتوا فاهمين حبايبي؟ انما السحر ذكر في القرآن مش حاجة هتضرك الا باذن ربنا. لو انا بعيد فاكيد ربنا هيديني الكارما دي، ما انا بعيد عن ربنا، فانا عايزك ترجع. هتعمل ايه؟ خلاص اللي بيعملك الاسحار خليها تصيبك علشان تبقى ترجع، لان لو اتسحرت هتعوز تقرب من ربنا وتروح هنا وتروح هنا وتقول انا عايز الحاجة دي تتفك، انا مش مظبوط. انا هتلاقي نفسك بتقرب لربنا غصب عنك. لكن لو انت قريب، انا ما بقتنعش بالشيء ده، انا قريب من ربنا وبقرأ كل يوم سورة البقرة، بقرأ القرآن، ما بسيبش حتى لو مش بقرأها كل يوم، بقرأ صفحتين في اليوم، 4 صفح في اليوم، 10 صفح في اليوم، نص جزء في اليوم، جزء في اليوم. فانسوا حبايبي ان حاجة تصدق، صدقوني والله كل آية وكل حرف وكل شيء في كتاب الله بيخليكم تبدأوا بداية جديدة، بيشيل عنكم كرمات كتيرة، بيديكم وعي، بيديكم قوة، بيديكم حماية، تحصين، لان كل آية من كتاب الله موكل بها ملك. تخيلوا انتوا بقى لما بتقرأوا كلمة 2 3 4 آية 2 3 10 بيبقى معاكم ملائكة قد ايه. ويا بخت اللي بيقرأ سورة ياسين الصبح وبالليل، يعني اللي بيقرأ السورة دي هي بترد السحر على السحر اصلا، يعني اجمع العلماء انها من اقوى السور في رد السحر على السحر. سبحان الله، سميت بآل ياسين، سميت بقلب القرآن، سميت بان ياسين لما قرأت له. فإذا قرأت ياسين بنية الشفاء بيحصل. وأنا قلت لكم قبل كده على حاجات كتيرة إنكم تقرأوها في سورة ياسين، إنكم تقدروا عند كل كلمة مبين تقفوا وتقولوا الدعاء اللي أنتوا بتتمنوه وتفضلوا تقرأوا فيها. يعني بس مش إن أنتوا مثلا إيه، أنا خلاص قريتها 7 مرات كل يوم لمدة 7 أيام فما حصلش حاجة، فأنت كده مستني النتيجة. ما قلنا اقرأ وما تستناش نتيجة، ما تقولش ما حصلش حاجة. يعني اقراها مش فقط لمدة 7 أيام وكل كلمة مبين في ال7 أيام هفضل أقول جنبها الدعاء وهقراها في اليوم 7 مرات، يعني العدد الطاقي 7 ليها. بس اقراها مش 7 أيام، استمر عليها صبح وليل. مش شرط تستمر 7 مرات في اليوم، لا، استمر صبح وليل وكل كلمة مبين وقف عندها وقول الدعاء اللي انت بتتمناه. صدقوني هتنجو من حاجات كتير قوي، هي حصن طاقي. سورة ياسين حصن طاقي ليكم. اما سورة البقرة حبيبي هي اصلا حصن من السحر، يعني بتعمل لك تحصين من السحر. كان في اعترافات ساحر كان بيسحر انسان، وكل ما كان يبعت له السحر السحر يرجع تاني، يعني الشيطان الموكل بالسحر يرجع له تاني، يقول له الشخص ده بيترد علينا السحر ومش يعني طاقته محصنة، مش عارفين نخترقه. كان بيقرأ ياسين صبح وليل، وكان بيقرأ البقرة كل 3 أيام. تتخيلوا يعني بيحصل نفسه من كل شيء. وده سبحان الله من كتر قربه من ربنا يعني اتسحر اكتر من مره، لغايه ما السحر تاب وراح قال له انت كنت بتعمل ايه، عشان كده كل ما بعت لك سحر قوي سفلي في كل حاجه يتردى تاني وما يرضاش ان هو يدخل جسدك. فقال له الحاجات اللي كنت بعملها والسحر تاب. تتخيلوا حبايبي؟ فاقتنع، اقتنع ان مفيش حاجة هتضرك طول ما انت حامل كتاب الله. واخرج الصدقة، صدقوني الصدقة بتحوش بلاوي، بتحوش مصائب على الانسان، بتحوش كرمات كتيرة جدا، وبتتحول الكرمة ليك لدرمة. اطلع من وحدتك، انت مختلف عن الاخرين، بس في حاجة تخص التقاليد والعادات مسببلك نزاع داخلي، مسببلك مشاكل، مسببلك تأثير سلبي، حاجة بتخص التقاليد والعادات والمفاهيم الخطأ. حاسس بأنك مختلف، وحاسس أنك حتى أنت من الأشخاص اللي وقعتوا في قصة حب مختلفة، أو قصة حب تخص العادات والتقاليد وأنه ما ينفعش. عارفين أنتوا من الأشخاص اللي حتى شريك الحياة بيكون بينكم وبين شريك الحياة أشياء صعبة، كأنكم بتكون بتدخلوا في علاقات صعبة ومعقدة. ولكن حبيبي انتوا داخلين على بدايات جديدة، الخطوة هتاخدوها ومش بايديكم، القدر بيتدخل هنا بدخول شيء معين، بانك تلاقي السند والقوة ليك، بانك تكون طموح حتى في الحاجة اللي جاية لك عن طريق العمل او العاطفة، بانك ما تقعدش تتعلق كتير وتعيد النظر كتير في الاشياء وتبتدي تاخد قرارات وما تبقاش في طاقة اللامبالاة وبرودة الاعصاب.
اشتغل على نفسك، كمل، استمر، اعرف ان طاقة التفاؤل هي اللي هتجذب لك كل شيء كويس. اتمسك بالحاجة الجديدة اللي انت فيها، يمكن مشروع جديد، يمكن علاقة جديدة، يمكن نمو جديد، يمكن حاجة خطرت على بالك حتى جديدة تمسك بيها، يمكن فكرة. ما تحاولش انك تحتار وتسبب لنفسك صراع داخلي، ابتعادك مسبب لك حيرة. بلاش تسرح، بلاش يدخل في حياتك الشرود والهواجس والصراعات، لأ، اهتم بكل حاجة في حياتك حتى الأشياء الصغيرة، وامتن لله سبحانه وتعالى على كل شيء صغير في حياتك. اشكر وامتن على كل شيء صغير في حياتك، وابتدي في طاقة انك تعمل الشيء اللي لازم تعمله. انت هتتلقى هدية كبيرة من ربنا. انتوا داخلين على حاجة حلوة جدا 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 ليكم بسم الله ما شاء الله، وهتستقروا نفسيا وعاطفيا وماليا. فابشروا يا اصحاب الرسالة دي، علشان في حاجة كده بيتعاد فيها البلورة علشانك انت، اكني بيتعاد ميلادك من جديد. انا خلصت رسالة حبيب قلبي، رب اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.